نجوم النادي الاهلي رامي ربيعه. رامي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ايه الاخبار؟ مني عليك الاول، اخبارك ايه واخبار الاصابه؟ اه الحمد لله، احسن الحمد لله. ايه يا ميدو؟ عيب والله، شيك قوي ميدو النهارده بصراحه. لا كلنا شياكه، الشباب عامل زي السفرجيه كلنا. خلاص خلصت فتره التاهيل وبقيت ان شاء الله لائق ان انت تشارك في تدريبات وكده ولا لسه شويه؟ لسه شويه كده يعني، في لسه في وجع بسيط لان التهابات الحوض دي يعني الناس واخده ان هي يعني بتخلص بسرعه. لا التهابات الحوض لان انت عندك مشكله، كانت عندي قطع في العضله قبل الالتهابات، فمع العضله قطعت، بعد كده جالي التهابات في العظم بقى. يعني كل مجهودك في الجزء بتاع الحوض والعضلات بتاعتها، ف يعني اديني بعالجها بالحقن وساعات بعالجها بالعلاج الطبيعي والميه والحاجات دي، فماشي بخطه ثابته، فاشوف بقى الدنيا تبقى ماشيه عامله ازاي ان شاء الله. ان شاء الله ترجع في اقرب وقت، لكن النهارده احتفاليه خاصه بفوز ببطوله الدوري، شايف الاحتفاليه ازاي ومدى اهميتها بالنسبه لكم؟ وانت شاركت مع بدايه الموسم لحد مباراه الزمالك في الدور الاول، كنت بتشارك بشكل اساسي وقدرت ان انت تحقق البطوله دي مع النادي. اه طبعا يعني بطوله الدوري مش غريبه على النادي الاهلي، يعني اولادها ولاعيبتها كلهم بالنسبه لهم دي بطوله محببه ليهم. مش عايزين نقف على بطوله الدوري بس، يعني احنا في هدف تاني هي بطوله افريقيا، الجمهور عايزها واحنا كمان كلاعيبه عايزينها، ووصلنا للنهائي السنه اللي فاتت، بس لازم نعمل حاجه السنه دي ان شاء الله، حتى لو كانت الامور صعبه، بس انا شايف ان يعني طالما لعيبه الاهلي ما فيش حاجه عليهم صعبه. بطولة الدوري حاجة مهمة للفرقة وللعيبة، بس احنا خدنا عليها، يعني دي حاجة تحسب لنا. مش طالما انتوا خدتوا عليها، ازاي بتقدروا تجددوا الدوافع بالنسبة لكم بالتحديد في البطولة دي يا رامي؟ وفعلا جمهور النادي الاهلي متعود دايما ان هو يفوز بيها. ما هي دي ميزة البطل، يعني انت متعود على حاجة بتعملها، فانت مش عايز تنزل تقل عنها، حتى لو اخفقت في سنة بتيجي اللي بعديها تخش يعني بتبقى خلاص مش عايزة تضيع منك تاني يعني. فدي ميزة يعني زي شغلك كده مثلا، انت بتبقى عايز ما تقلش عن التارجت اللي انت وصلت له، فاحنا كده برده مش عايزين نقل عن التارجت اللي احنا وصلت له، وعايزين نزود برده بطوله افريقيا لان انت بطل افريقيا بس مش دوري يعني. فدعواتكم ان شاء الله. زعلان انت مش موجود في كاس العالم، ناس كتير كانت متوقعه ان انت ممكن تلحق البطوله، لكن للاسف مش هتلحق. انا فعلا والله يعني لو كنت بس لعبت لحقت شويه كنت هلحق، بس طبعا زعلان عن كاس عالم، اكبر بطوله في كره القدم يعني، دي حاجه تزعل، وخصوصا ان انا ما لعبتش بطوله افريقيا كمان قبليها برضو اتصبت، ف يعني نصيب وحظي وحش بس في البطولات، وبلعب تصفيات بس تتعود ان شاء الله في البطولات اللي جايه باذن الله خير. رساله لجمهور النادي الاهلي اخيرا. افريقيا لسه في الملعب، وان شاء الله لعيبه الاهلي كلهم رجاله وقدها، وايا كان مين ال11 اللي بيلعب او كان مين اللي موجود في النادي الاهلي، هم عارفين الرولز بتاعت النادي الاهلي، عارفين قواعد النادي.